انا مش هختم الا لما اطلب من حضرتك نصيحه مختلفه شويه. عاده لما بنطلب من الضيوف تنصح ايه فرقتك، تنصح ايه الجماهير، تنصح ايه الناس، انا عايز حضرتك النهارده واحنا بنختم تنصح ايه الساده كلنا، الساده اللي بيشتغلوا في الاعلام سواء بقى مقروء مرئي مسموع، يعملوا ايه واحنا رايحين عند مهمه كبيره وثقيله جدا، مهمه مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، المفروض نشتغل ازاي الفتره اللي جايه؟ بص عايز اقول لك بس الاول ان يعني انا كنت زمان بكتب نصائح، مش نصائح يعني، بقول للمنتخب تلعب ازاي مش عارف ايه بتاع، بعدين لقيت في الاخر ان انا اضطريت اغسل ايدك قبل الاكل وبعد الاكل، ده يعني بنتكلم بننصح الناس ببديهيات. صحيح. يعني النصيحه للاعلاميين انا مش يعني انا مش فاهم، يعني هل المساله محتاجه نصيحه؟ يعني هل محتاجه فعلا نصيحه؟ هل كل واحد بيخاطب الناس مش عارف حق الناس ده ايه؟ مش عارف ان الكت لازم تحترم عقل الناس؟ مش عارف انك انت بتخاطب ناس ممكن يكونوا اذكى منك بكتير، فاهمين زيك او اكتر منك برضو، لانهم احنا عندنا 50-60 مليون شاب متصلين بالعالم بشكل مذهل، عارفين في الكوره وعارفين الاسماء وعارفين الطرق وعارفين التكتيكات وعارفين مهارات الكوره دلوقتي ايه. صحيح. انت تقعد تقول للناس كلام قديم؟ لا، ما تقولش للناس ولا لجمهورك كلام قديم، احنا في سنه 2022. صحيح. ما تكلمش الراي العام، الراي العام ابدا بخطاب قديم. شوف العالم دلوقتي فيه ايه، شوف الدنيا فيها ايه، شوف الرياضة اتطورت ازاي، شوف التكنولوجيا عملت ايه في الرياضة، ولازم تكلم الناس ده. لكن كمان اوعى تكون مشجع، واوعى تكون متعصب، واوعى تكون بتنتمي جوه الفريق وجواك بيطلع للناس بتشوفش الفرق التانية عشان فريقك. لازم كمان تكون فاهم وعارف انت بتقول ايه، والكلمة تحاسب عليها قدام الميكروفون وقدام، انت مش قاعد في قاعدة خاصة، انت قاعد في قاعدة عامة فيها ملايين شايفينك. ولازم تكون مذاكر وتذاكر كل يوم، مش تذاكر بقى كمان، انت تذاكر، انت بتشتغل في الرياضة لابد انك تصحى الصبح تعرف، يبقى عندك الشغف ده، ماذا حدث في الرياضة في العالم كله من اول كوستاريكا لغاية اليمن السعيد. لازم تبقى عارف. بالمناسبة يعني في لعيب في وستهام أخذ غرامة 350 ألف دولار من النادي بتاعه، عارف ليه؟ عشان قطتين بتوعه كان بيعذبهم، ووستهام قرر بعد ما الغرامة دي تتعمل هيتبرع بيها لجمعية الرفق بالحيوان. الأصعب من كده، هو جنسيته إنجليزي فرنساوي، ديشام مدرب منتخب فرنسا بيدرس الآن إنه يستبعده من منتخب فرنسا عشان إيه؟ عشان القطتين دول. وإن قال إيه منتهى القسوة، أنا ليه بقول لك دي؟ هو أنا مطلوب مني إن أنا أعرف ده؟ لأن بس أنا عايز أوصل للإعلاميين إن كل ما يحدث في الرياضة وفي عالم الرياضة، بجانب إن دي قصة تهمني أنا شخصيا، يعني إن قد إيه العالم اللي هناك ده يعني عندهم هذه الرحمة بالحيوان والعطف على الحيوان. لازم تبقى، مش أنت بتشتغل في المهنة دي، لازم تبقى مذاكر، تصحى الصبح كده تعرف الكون في عالم الرياضة حصل فيه إيه. والترند، الترند، بص هقول لك حاجة، اتفضل. الترند، عارف اللي بيخش زائل، اللي بيعمله ترند زائل، الترند ده بينزل بعد نص ساعة، بقول لك زائل. ولو في ناس تعاطت مع الترند هم ليهم وجهة نظر في الترند ده أو في صاحب الترند ده. على فكرة وجهة نظر مش شرط إنها تبقى حلوة، يعني ممكن تبقى حلوة جدا طبعا. ياما ترندات طلعت عظيمة، وياما ترندات طلعت عشان أمور أخرى. أنا يعني أكون حريصا على إن الناس تحترمك. صحيح.
لو انت احترمت الناس هيحترموك.